بالحقيقة أنه في المقابل قام وزير الري المصري طبعا بالرد أيضا بخطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي، واختاروا برفض مصر القاطع لهذا الاتجاه الإجراء الأحادي اللي بيعد خرق صريح للاتفاق اتفاق المبادئ. قولي، شايف الرد المصري وبالتأكيد قرأته وتابعته بالأمس، يعني إيه أهم ما لفت نظرك أو استوقفك فيه؟ هو التأكيد على أن هذه الخطوة الإثيوبية غير، يعني ليس لها جدوى، يعني بمعنى أنها فاقدة الشرعية ولن يكون في أي اعتراف مصري بها، ولن تؤسس لأي يعني قبول مصري بهذه الخطوة، بدليل أن مصر ما زالت يعني متمسكة بعملية التدويل ومتمسكة أيضا بجهدها الدبلوماسي داخل مجلس الأمن. قول لي القوانين والأعراف الدولية، يعني موقفها إيه من هذا الموقف الإثيوبي، ويعني إزاي بتلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر المائية؟ طبعا في اولا الخبرات الدوليه، في خبره الانهار الدوليه الثابت حتى الان في القانون الدولي وفي مبادئ القانونيه المتعلقه باستخدام الانهار الدوليه، هو ان هذه الانهار ذات الطابع الدولي، هناك حقوق يعني مشتركه او حقوق مؤكده لجميع الاطراف او القوى الدول المرتبطه بهذه الانهار، بالاضافه لما استقر في القانون الدولي، لكن هناك ايضا المعاهدات اللي بين الأطراف المعنية، الأطراف اللي هي المطلة أو الأطراف التي يمر عبرها هذا النهر، وده طبعا في حالة نهر النيل عندنا إرث من هذه المعاهدات، وهي معاهدات مستقرة لم تواجه أي تحدي كبير، باستثناء ما تقوم به إثيوبيا الآن، هو يمثل أول تحدي بهذا المستوى لهذه المعاهدات. فبالتالي احنا اذا يعني نوعين من او مستويين من القواعد القانونيه، هي القواعد المباشره المتعلقه بنهر النيل نفسه او بين الاطراف، والمستقر في القانون الدولي والتقاليد القانونيه الدوليه في تنظيم استخدام المياه الانهار الدوليه. ما يعني القانون لديه اطر تتعامل بها الدول مع استغلال الانهار او المياه العابره للحدود، ونهر النيل ليس الحاله الوحيده لانهار دوليه، في انهار دوليه عديده ومستقره ايضا وكونت خبرات مهمه في استخدام الانهار. ما ستقوم به اثيوبيا او ما تقوم به حتى الان يمثل تهديد خطير لهذه القواعد القانونيه والتقاليد الدوليه في استخدام الأنهار الدولية، وأعتقد أن المجتمع الدولي لابد أن يكون واعي بهذه المسألة، وألا يتحول هذا المنهج الإثيوبي إلى سابقة لتهديد ما استقر في القانون الدولي في هذا المجال.